ازيكم يا شباب؟ فيلم النهارده هو فيلم فرنساوي كوميدي وبيحكي قصه الطلبه اللي بيكون مستواهم دايما في النازل، لحد ما المدير بيقرر يجيب لهم مدرسين مختلين واسلوبهم غريب عشان يساعدوهم ينجحوا. بنشوف في بدايه الفيلم ان في مدرسه في فرنسا فيها 86% من الطلبه نجحوا السنه دي، وده بيكون اعلى معدل نجاح الطلبه وصلوا له، فبيتنططوا وبيرقصوا من الفرح وبيستعدوا لحياه الجامعه اللي مستنياهم. وفي الوقت ده في مدرسه جولز فيري ثانويه الوضع بيكون العكس تماما، وقنوات الاخبار بتصرح انها اقل معدل نجاح من بين باقي المدارس، وبنسبه 12% من الطلبه هم اللي نجحوا. فمفتش الاكاديميه ونائب المفتش ومدير المدرسه بيعملوا اجتماع وبيتناقشوا فيه عن مستوى الطلبه الضعيف، وبيقولوا ان بعد ما عينوا احسن مدرسين في المدينه مستوى الطلبه بيكون في النازل برضه، وكمان الطلبه مش اغبياء للدرجه، فيا ترى المشكله فين؟ ولو معدل النجاح ما زادش على الاقل 50% السنه دي الممولين هيلغوا تبرعاتهم للمدرسه، وده معناه انها تتقفل. وعشان يتجنبوا الموضوع ده بيحطوا خطة جديدة محدش جربها قبل كده، وهي انهم يعينوا اسوأ مدرسين في البلد، بما ان احسن مدرسين اللي عينوهم ما وصلوش للنتيجة اللي كانوا عايزينها، ودلوقتي املهم كلهم في ان المدرسين الوحشين دول يعملوا اي فرق. في المشهد اللي بعد كده بنتعرف على اسوأ مدرسين في البلد، اولهم هي مدرسة الانجليزي الشرسة ميس جلاديس، واللي بتكون مدرسة شاطرة جدا بس عندها حساسية من الطلبة الاغبياء وبتقلب شرسة معاهم. وبعدين بنقابل مدرس الرياضيات الكسلان مستر كوتيرو، واللي بيكون بطيء جدا لدرجة انه لما بيروح يصطاد السمك بيشده معاه في المية. وبنيجي لمدرس الرياضة استاذ إيريك، واللي بيحب يشيل اي حاجة تقيلة قدامه واي حاجة مسطحة بيستخدمها كطبق طاير. ورابع مدرس بنتعرف عليه هو استاذ ألبرت مدرس الكيمياء، واللي كل التجارب بتاعته بتكون خطيرة والحصص بتاعته فوضوية. وبنيجي لاستاذ الفلسفة مستر موريس، واللي كل كلامه بيكون زي الالغاز وبيعقد الشرح اكتر ما هو متعقد. وبنيجي لاستاذه امينه مدرسه الفرنساوي، واللي بتكون جذابه جدا والطلبه بيحبوا الحصص بتاعتها عشان شرحها الحلو قوي. واخيرا بنشوف استاذ بلوتشون مدرس التاريخ، وهو مدرس خجول جدا بس بيعمل مصايب، وبيكون باين عليه انه عاش فتره صعبه في مرحله الثانويه بسبب التنمر. مجموعه المدرسين الفشله دول بيدخلوا المدرسه مع بعض وبيشدوا انتباه كل اللي موجودين. مس جلاديس بتدخل اول حصه ويا دوب لسه بتقولي هادي، وبنلاقيها بتحدف الطلبه بالطباشير، وبيكون باين عليها انها بتحب تتنمر عليهم اكتر من انها تشرح لهم. وواحده من الطلبه اسمها نكتارين الدحيحه بتاعت الفصل، وكل المدرسين بيحبوها، واللي بتكون عدت سنه ونقلت لمرحله تانية بسبب درجاتها العاليه، وعلى طول بتقول لكل الناس انها متفوقه. وبعدين بنتعرف على الطالب المهزأ واللي دايما بيجي متأخر بوليارد، وأول ما بيدخل الفصل جلاديس مش بتحله وبتهينه. الفصل كله بيكون متفاجئ من أسلوبها المختلف بس اللي في نفس الوقت مرعب. والحصة اللي بعدها بتكون حصة كوتيرو، وطبعا بما انه أستاذ كسلان بيتأخر على ميعاد الحصة بـ20 دقيقة، ده غير انه بياخد حوالي 10 دقايق كاملين في كتابة اسمه عصبورة، وبعدها بياخد استراحة عشان يدخن، وبيفضل بره الفصل لحد ما ميعاد الحصة بيخلص. اما بالنسبه لمدرس التاريخ استاذ بوليتشون، فهو بيدخل الفصل الغلط وبيلاقي جواه مدرسه الالماني، وبيفتكرها واحده من الطلبه وبيطلب منها انها تقعد جنب زمايلها، والمدرسه بتحب تحاول تفهمه انها مش طالبه، بس بوليتشون مش بيديلها فرصه تتكلم. وبعد ما بيتخانق شويه مع الورق وبيحكي شويه عن نابليون بيقولوا له انه في الفصل الغلط، فبيعتذر وبيطلع يجري على الفصل التاني. وفي وقت استراحه الغداء بوليتشون ومدرسه الالماني بيتبادلوا النظرات، وبنفهم وقتها ان هيكون في علاقه بينهم. وفي وقت حصة الرياضة مدرس الرياضة بياخد الطلبة وبيخلوهم يطلعوا فوق الشجر من غير ما يلبسوا أي حاجة تحميهم، ولما بيتأذوا بيعدي الموضوع عادي جدا ولا كأن أي حاجة حصلت، وبيقول لهم كمان إن دي ولا حاجة جنب المشاكل اللي هيقابلوها في حياتهم. وبعدها بيجي وقت الحصة المفضلة للطلبة أستاذة أمينة، الولاد أول ما بيشوفوها بيفضلوا متنحين ومش بيغمض لهم جفن. وفي حصة الفلسفة المدرس بيحط الجاكيت بتاعه على راس واحد من الطلبة وبيناديه بالشماعة، وبيقول ان الشماعه ما تقدرش تتكلم مده طويله. واخيرا في حصه الكيمياء البرت بيخلط كيماويات مع بعض بس بسبب غلطه في المقاييس الفصل كله بيغرق في الصابون. وبعد المدرسه بوليتشون بيروح لمدرسه الالماني وبيعتذر لها على سوء التفاهم اللي حصل، وبيروح يشيلها ويحضنها، وبيكون باين عليه انه مش بيفهم في الاتيكيت ولا بيعرف يتعامل مع الناس، خصوصا ان عمره ما لمس واحده في حياته. السبع فشلة دول بيدرسوا للطلبة لمدة أسبوع، وده بيكون أكتر أسبوع كارثي في تاريخ مدرسة جولز فيري. وفي آخر الأسبوع الأهل بيجوا المدرسة يشتكوا من المدرسين، وبيحكوا لمدير المدرسة إن مدرس الكيمياء حرق شنطة واحد من الطلبة، ومدرس الرياضة بعت الطلبة على بيوتهم وعظمهم متكسر، والمدير بيكون جايب آخره من المدرسين الجدد دول، فبيظلم نائب مفتش الأكاديمية
بس الراجل بيكون مش مهتم باللي بيحصل، وبيكون هو صاحب فكرة انهم يعينوا المدرسين الفشلة دول، وسلبيته في التعامل مع الموقف بتخلي المدير يشك انه قصد يعمل كده عشان يوصل لهدف معين من ورا اللي بيحصل ده. وتاني يوم المدير بيقرر انه يتعامل هو، وبيحاول يصحح من تصرفات المدرسين. اول حاجة بيعملها هو انه بيلزق الطباشير بالترابيزة عشان جلادس ما تحدفش بيه الطلبة، ولما بتستخدم البشورة علشان تحدفها عليهم بتلاقيها هي كمان متوصلة بخيط، فبترجع تخبط في وشها. وفي وقت حصة كوتيرون بيكون جايب معاها كرسي صغير يقعد عليه كالعادة، بس لما بيجي يقعد المرة دي بيحصل ماس كهربي وبيسبب انفجار بسيط يخليه يقوم ينط من مكانه. ولما بيقرر انه ينهي الحصة بدري، المدير بيتكلم في المايك وبيكون حاطط السماعات ورا الساعة اللي متعلقة على الحيطة، وبيفكر كوتيرو بان الوقت لسه مخلصش. اما بالنسبة لوبليتشون فهو مشكلته مش بيبطل كلام عن نابليون، فالمدير بيقطعه وبيعرض الدرس اللي المفروض بوليتشون يشرحه. وفي حصة الكيمياء المدير بيقفل على المواد الكيميائية كلها ما عدا المية عشان ما يحصلش انفجارات تانية، وعشان يحل مشكلة هدوم أمينة القصيرة بيبوظ التكييف وبيخلي الكل يلبس هدوم تقيلة. وفي الوقت ده بوليتشون بيكون بيحاول لسه يبهر مدرسة الألماني وبيطلب نصيحة من زمايله، فبيقترح عليه انه يعمل نفسه جامد قدامها. بوليتشون بيعجب بالفكرة دي وبيعمل نفسه واد خطر قدامها بعد المدرسة، وبيروح يبين لها العضلات اللي مش موجودة اصلا وبيطلب منها انها تخرج معاه، لكن هي بترفض. وقتها بوليتشون بيستوعب انه عك الدنيا، واخيرا الترم بيكون قرب يخلص والمدرسين بيكونوا محبطين بسبب التعليمات الجديدة اللي اتحطت في الفترة الاخيرة. ولما بيجي نائب المفتش عشان يتابع حالة المدرسة، المدرسين كلهم بيشتكوا له من المشاكل اللي بيواجهوها، فبيعرف ان المدير حط خطة معينة للمدرسين عشان يمشوا عليها، فبيدي المدرسين كلهم الحق انهم يعملوا كل اللي عايزينه في الحصص بتاعتهم، وبما انهم اتصرح لهم ان كل واحد فيهم يعمل ما بداله ما بيتأخروش. وبوليتشون بيبتدي يتكلم عن نابليون وهو متنكر في شخصيته، وكوتيرو الكسلان بيشرح وهو نايم على السرير طول الحصة. وفي حصة من حصص ميس جلاديس، بوليارد بيشد شعر نكتارين وبيخليها تصوت، وقتها جلاديس بتجيب المقص وبتقص دي الحصان نكتارين، وبما انها مسموح لها انها تعمل كل اللي هي عايزاه في الفصل، المدير ما بيقدرش يتصرف بخصوص اللي بيحصل. ومدرس الكيمياء بتوسع منه في موضوع حريته في الفصل ده، والتجارب بتاعته بتقلب اخطر واخطر، وتقريبا كل الحصص بتخلص بانفجارات مختلفة. ومدرس الفلسفة بيتبهوأ منه على الاخر ومش هينفع نقول هو عمل ايه، عشان يعلم الطلبة بتوعه انهم يفهموا الطبيعة اكتر. ومع الوقت الولاد اللي حوالين المدرسة بيشوفوا اللي بيحصل جواها، فبينشروا اخبار عن المدرسة الجذابة وحصص التفجيرات والحصص اللي بيقلعوا فيها ملط. وبعد كام اسبوع الناس بتقتحم المدرسة وبيحضروا الحصص، ونسبة الحضور بتعدي 120%، والمدرسة ما بتبقاش مدرسة وبتقلب نادي، والمدرسين بتوعها بيكونوا مشهورين وسط الناس الجداد. وفي الوقت ده بوليتشون بيكون لسه بيحاول يبهر مدرسة الألماني، والمرة دي بيروح يبهرها بأنه يروح له وهو راكب حصان، بس خطته بتفشل لما الحصان بيطلع يجري. ومع قرب نهاية امتحانات الترم، الطلبة الزيادة بيكونوا ممنوعين من الدخول للمدرسة، وباقي الطلبة بيمتحنوا امتحان تجريبي عشان يستعدوا للامتحانات النهائية، والنتائج بتثبت ان نسبة النجاح نزلت من 12% ل3%. المدرسين بيكونوا مش عارفين يفكروا هما يحلوا المشكلة دي ازاي، والمدير كمان بيكون خايف ان معدل النجاح ممكن يقل عن كده. ولما بيقابل نائب المفتش بيقول له ان خطته فشلت، وقتها بنعرف ان هو اصلا ما كانش عايز الخطة تنجح، وانه عايز معدل النجاح ينزل اكتر واكتر علشان مفتش الاكاديمية يطرد ويستولى هو على المنصب، وبيكون عارف ان المدرسين الجداد دول هيفشلوا، وعشان كده هو اقترح انهم يعينوهم. بوليتشون بيسمع المحادثة دي وبيجري يقول لزمايله، وبعد ما بيعرفوا انهم معروف عنهم انهم مدرسين فشلة، المجموعة بتقرر انهم يثبتوا العكس. بوليتشون بيقرر فكرة انهم يسرقوا ورق الامتحان، والباقي بينضم له في خطته، وبيبتدوا يجهزوا الخطة، وبيتمرنوا كمان على انهم يتفادوا الرصاص عشان يبقوا مستعدين لو اتقبض عليهم. وبعدين بيجي اليوم الموعود، والمجموعة بتنضم للزحمة اللي بيتظاهروا قدام الوزارة، ولما البوليس بيطرد الزحمة دي جلاديس بتنام على الارض ومحدش بياخد باله منها. وقتها بتستنى برا هي وكوتيرو، والباقي بيقتحم الوزارة، وامينة بتشتت انتباه الحراس بجمالها، والباقي بيدخلوا المبنى وبيوصلوا للأوضة المحمية، بس بتواجههم مشكلة وبيلاقوا الخزنة عليها رقم سري مكون من 6 ارقام. وفجأة كوتيرو بيدخل وبيقول لهم انهم مش محتاجين يفجروا الخزنة، وبيفترضوا ان الرقم السري ده هو تاريخ فوز الوزير في الانتخابات، وفعلا الرقم بيطلع صح. وفي المشهد اللي بعد كده الطلبة بيكون مطلوب منهم انهم يمتحنوا امتحان تجريبي تاني، والمجموعة بتقول لهم ان الاسئلة دي مهمة جدا، فبيبتدوا الامتحان. وبعد شوية بيكتشفوا انهم سرقوا امتحانات مدرسة اعدادية،
بس الطلبة بيقدروا المجهود بتاعهم، ودلوقتي بيكون فاضل اسبوعين بس على امتحانات اخر السنة، والكل بيكون فقد الامل ان الطلبة دول ينجحوا. وبوليتشن بيروح للمدير وبيقدم له طلب الاستقالة، وهو مقتنع ان مفيش حاجة يقدر يعملها عشان يساعد بيها الطلبة دلوقتي. وهو خارج من المدرسة مدرسة الالماني بتقول له هي قد ايه خاب ظنها فيه، بعد ما قرر انه يهرب ويسيب كل حاجة واختار انه يكون جبان. وكلامها ده بيخليه يستوعب انه لسه قدامه فرصة اخيرة، وبيشجع الطلبة والمدرسين وهو بيقتبس كلام من نابليون، وبيقدر يقنعهم انهم يذاكروا كويس في الاسبوعين اللي فاضلين دول. وبداية من اليوم ده مدرس الفلسفة بيشرب قبل ما يشرح عشان الطلبة يفهموا كلامه، وجلادس بتخليهم يلبسوا خوذة عشان ما يتأذوش لما تحدفهم باي حاجة، ومدرس الرياضة بيدربهم اقوى من اي وقت فات. وبعد 3 اسابيع النتيجة بتظهر، والكل بيتفاجئ لما بيلاقوا ان الطلبة حققوا نسبة نجاح عالية، بس برضو بتوصل ل49%، وده معناه ان المدرسين ما كانوش ناجحين والمدرسة كده تقفل. ونائب المفتش بيحتفل بفوزه وبيشرب قدام مديره، وبيقول ان دي كانت خطته من البداية. وفي وسط ما الكل بيكون محبط، المدير بيوصل له رسالة بتغير كل حاجة، وبيعرف ان بسبب فشل بوليارد المتكرر في المدرسة بيطرد. وبعد ما واحد سقط بيكون معدل النجاح وصل ل50%، وبسبب غباء بوليارد الكل بيحتفل وبيعملوه كأنه نجح. وبعدها على حسب الاتفاق المدرسين بيكون مسموح لهم انهم ينقلوا لأي مدرسة هم عايزينها، بس كلهم بيقرروا يفضلوا في جولز فيري عشان باقي الطلبة اللي منجحوش. وفي مكان تاني نائب المفتش بيكون راكب مركب في نهر مليان تماسيح بعد ما اتنقل لقرية تانية على ايد مديره. وفي اخر مشهد بنشوف ان مدرسة الالماني وبوليتشون الاتنين ارتبطوا، وبيروحوا يتصوروا كلهم عشان يحطوا الصورة في الكتاب السنوي. وبكده يكون فيلمنا خلص. انا محمد عبد الله، لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.